بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى الكلام أو التعليق على كتاب مختصر السيرة النبوية لابن هشام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وذكرنا في الباب السابق الكلام على وفاة جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، والباب الذي بعده تكلم عن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نبدأ من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما أبو طالب فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد جده كما تقدم، ورق عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده. ذكرنا يا إخواننا أن جد النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره لما مات جده؟ 6 لأمه، 8 سنوات. كان عمره 8 سنوات. وأوصى جده من بعده لعمه أبي طالب. قال الواقدي: قام أبو طالب من سنة 8، يعني من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة 8 من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة من النبوة. السنة العاشرة من النبوة يعني قال 43، يحوطه ويقوم بأمره ويذب عنه ويلطف به. طيب، من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات لحد يعني 43 سنة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جد عمه أبو طالب، كفلوا من عمره كم؟ 8 سنوات. لحد ما وصل عمره كم؟ 43 سنة. إذن أبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. وقال أبو محمد ابن قدامة وهو المقدسي صاحب كتاب المغني: كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بقر بها يعني بقلبه، لكن لم ينطق بالشهادة. وهنا يا أخواننا مسألة عقدية مهمة جدا، إن الدخول في الإسلام لا يكفي فيه مجرد الإيمان بالقلب. أنت لو مؤمن بقلبك بس وما نطقت بشهادة الإسلام أنت ما مسلم. عشان كده أبو طالب مع إقراره بقلبه كويس وتصريحه بما في قلبه، صرح بها في أشعاره، ولكنه لم ينطق بالشهادة بلسانه، عشان كده أبو طالب ما مسلم. كثير من الشيعة عندهم أبو طالب مسلم، وقالوا إنه نطق بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم سرا، وهذا الكلام باطل
زي ما حيجينا الأثر بعد شوية من صحيح البخاري. والشاهد هنا يا إخواننا إنه مع إقراره بقلبه بالنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما نطق باللسان فما معتبر في شهادة الإسلام وليس بمسلم. قال وله أشعار منها ألا أبلغا عنا أو عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعب ألم يعلموا بأن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. فهنا شهد بأنه شنو النبي صلى الله عليه وسلم كموسى رسول كموسى عليه السلام خط في أول الكتب أي شهد على نبوته أهل الكتاب بما وجدوا في كتابه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال ومنها تعلم خيار الناس أن محمدا وزيرا لموسى والمسيح ابن مريم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا. شوف كلمات دي فيها توحيد كمان كلمات فيها توحيد. قال فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا فإن طريق الحق ليس بمظلم. كان في كثير من الأبيات بيأمر قومه بالتوحيد عديل كده لكن هو لنفسه ما استفاد وهو لنفسه ما شهد الشهادة. في واحدة من القصائد بتاعته بيقول وما ذنب من يدعو إلى الله وحده. ده لما الناس من قريش قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه قال لهم وما ذنب من يدعو إلى الله وحده ودين قديم أهله غير خيب وما ظلم من يدعو إلى البر والتقى ورأب الثأي يعني إصلاح ذات البين ورأب الثأي في يوم لا حين مشعبي يعني لما الناس يتفرتقوا دلقى اللون البلم شملكم وبيصل الأرحام. فالكلمات دي كلها يا أخواننا بتدل على أنه هو في قلبه ده مؤمن بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما نطق باللسان. ولذلك قال ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار. كان خايف من شنو هو؟ كان خايف إنه قريش تقول له أنت لو شهدت لمحمد بالنبوة إذا أنت بتسفه ما كان عليه آباؤه لأنه آباؤه عبد المطلب ابن هاشم وهاشم ابن عبد مناف وليفوق ما كانوا على التوحيد. فقالوا لو أنت لو شهدت مع محمد إذا سفحت الآباء واعتبرت إنه أبواتك ديل ماتوا على الضلالة وعلى الشرك دي اللي كان خايف منها. عشان كده قال في النونية فوالله لولا أن أجيء بسبة يعني لو أنا آمنت معاك دي مسبة لأبواتي فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه يعني محمدا لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. كويس. فقال ولما حضرته الوفاة يعني حضرت أبا طالب الوفاة لما جاء عند الموت قال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وأبو جهل هو عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي سيد من سادات قريش ده أبو جهل ده اللي لقب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل وأصلا كنيته أبو الحكم
المخزومي كان قاعد معه، وعبد الله ابن أبي أمية. عبد الله ابن أبي أمية ده أسلم بعد ذاك، لكن الوقت ده كان مشرك، وده خال المؤمنين لأنه أخو هند بنت أبي أمية، ودي منه؟ دي أم سلمة. أم سلمة هند بنت أبي أمية، دي أم سلمة أم المؤمنين وآخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، أخوه. عشان كده عبد الله بن أمية ده ابن أبي أمية دخل المؤمنين، زي معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين، وعبد الله بن عمر خال المؤمنين، وهكذا. طيب الاثنين ديل كانوا قاعدين معاه وكانوا صحبان له، لأنه ديل من سادات، ديل من سادات قريش، وأبو طالب كان من سادات قريش، والسيادة عند قريش قالوا كانت لأهل المال، يعني الزول اللي يكون عنده نسب في قريش وعنده مال، لذلك قالوا لا ينبل الرجل في قريش إلا إذا كان تاجرا، إلا يكون زول تاجر وعنده قروش. قالوا إلا اثنان أو اثنين، اثنين بس دول اللي كانوا سادات في قريش وما كان عندهم قروش، الأول أبو طالب، والثاني عتبة ابن ربيعة، وده برضو كان من سادات قريش. أما عتبة فكان صاحب رأي وكان رجلا عاقلا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جو في غزوة بدر وكان عتبة راكب له على جمل أحمر وكان من أسن القوم كبير في السن، وهو اللي أشار لقريش قال لهم يا أخي العير بتاعتكم دي أفلتت، خلاص أرجعوا، ما في حاجة بتدخلكم في حرب مع محمد وأصحابه، أرجعوا قال لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، وما سمعوا كلامه، إنما سمعوا طيش أبي جهل. أبو جهل قال لهم إحنا ما بنرجع حتى نرد بدرا وترقص لنا القيان وتعزف لنا ونشرب الخمور وتسمع بنا العرب. ذاك ما زول بتاع قشرة، شفته؟ زول بتاع قشرة وخمة كده وداري خم الناس بس، ها؟ داري يعمل له موضوع ويعمل له شهرة، كويس؟ طيب فالاثنين ديل كانوا من سادات قريش وما عندهم قروش، لكن كانوا أصحاب رأي وأصحاب يعني فهم، والاثنين من الكفار اللي هم أبو طالب وابنه وعقبة ابن ربيعة. طيب الاثنين ديل هنا اللي قدامنا أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية كانوا قاعدين مع أبي طالب عند الموت، فقال يا عم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لأنه أبو طالب ده مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مشكلة إلا الكلمة دي بس، ولا مشكلة واحدة ما عنده، كان بيدافع عنه ويحوطه، بل أولاده لما يجوا ينوموا أكان بيبدل النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من أولاده، يشيله من سريره ورقد النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، عشان لو جاي أي زول يضر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب واحد من أولاده وما يضرب النبي عليه الصلاة والسلام. ورضي بالحصار زي ما حيجينا، حاصرون في شعب أبي طالب، وادي كبير بتاع أبي طالب، حاصروهم 3 سنين، 3 سنوات محاصرين جوا، لا لاقين ياكلوا، لا لاقين يشربوا، لا يتاجروا، لا يتزوجوا، من قريش محاصرين جوا، وأبو طالب كان صابر وجمع أولاده كلهم إنهم يصبروا على هذا الحصار دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف أبو طالب ما كان عنده مشكلة للكلمة دي، بس الكلمة دي، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عند الموت قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله،
فقال له الاثنين صحبان اللي قاعدين ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه فقال له ترغب عن مله عبد المطلب؟ وطبعا يا اخوانا الانسان لما يكون دائما كبير في السن ويكون يعني رجل عنده مكانه في قومه ويثير فيه النعره بتاعت القبيله ونعره الجاهليه ولا تخلي دينها لك وتفارق دين ابواتك وشوف دي في لحظه حرجه جدا ها زي ما بيقولوا ناس الكوره ديل ضربوه في الدقيقه 90 منا والموت قالوا لو ترغبوا عن مله عبد المطلب قال فلم يزل يرددها عليه وهما يرددان عليه يقول له قل لا اله الا الله ديلك يقول له ترغب عن مله عبد المطلب قل لا اله الا الله ترغب عن مله عبد المطلب بنازع فيه منازعه قال حتى كان اخر كلمه قالها هو على مله عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك لأنه كان إحسانه له كثير جدا كويس قال فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ربنا نهاه عن الاستغفار لعمه أبي طالب وإخواننا دي فيها درس بليغ جدا لنا أول حاجة نعرف قيمة هذه الكلمة العظيمة وإنه هي الفارق بين الجنة والنار حققت الكلمة دي لا إله إلا الله دخلت الجنة ما حققتها دخلت النار اثنين إنه هذه الكلمة ليس فيها مجاملة الموضوع ده مجاملة ما فيه يا اخواننا باقي لك لو في مجاملة ابو طالب ده ما كان يجامل بعد دفاعه ده كله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغني اذى من قريش حتى مات ابو طالب ما في زول بيقدر يصله وابو طالب لما شاف العداء بتاعه كتب القصيده بتاعت حجينا طويله وقصيده عظيمه جدا ابن كثير قال هي افحل من المعلقات السبع قال ولما رايت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوه والاذى وقد طاوعوا امر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا اظنه يعضون غيظا خلفنا بالانامل صبرت لهم نفسي يعني وقف ضد قريش كلهم صبرت لهم نفسي بسمراء سمحه بحربة وابيض سيف عضب سنين من تراث المقاول واحضرت عند البيت رهطي واخوتي لما اولاد كلهم وامسكت من اثوابه اثواب البيت بالوصائل قياما معا كلنا انا واولادي واهلي بقينا واقفين حول البيت قياما معا مستقبلين ريتاجه المفتاح بتاع مقبض البيت لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم بمفض السيول من اساف ونائل موسمه الاعضاد او قصراتها مخيسه بين السديس وبازل الى ان قال كذبتم وبيت الله نترك مكة ونزعا نزعا يعني نمرق نفارق مكة نخليها لكم كذبتم قال لهم وبيت الله نترك مكة ونزعا إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا نبزى يعني نغلب عليه حتى نطاعم دونه ونجادل ونسلمه حتى نصرى حوله نموت كلنا ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم يعني من شباب بني هاشم في الحديد إليكم نهوض الرواية بالإبل تحت ذات الصلاصل
وحتى نرى ذا الضغن الحقود الحاقد علينا يركب ردعه يقع لأنفه فعلا أنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل. يعني سيوفنا دي بتاكل ريسين الكبار منكم. لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحبلا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابل. قصيدة طويلة جدا 94 بيت كلها بدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مع ده كله مع ده كله ما في مجاملة وخش جهنم. بالله رأيك شنو في الكلام ده؟ ها يا ناس التوحيد ده ده لعب ما فيه. أسا في ناس في البلد دي عمارهم الدار يقابلوا بالله إنه الواحد حافظ له مدحتين ثلاثة بس مدحتين ثلاثة حافظه وبيرقص بهم وبيغني ولا فيهن دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيهن حماية له ولا موقف شجاع قدام ولا شيء. قصائد ذات شرك ولخبطة ده عماره كله داري قابل ربنا بعدين. والله ما تغش رقبتك تقابل ربنا بغير توحيد انت خسران امورك كلها بايظة. دار تدافع اكثر من ده انت؟ دار تقول شعر احسن من ده؟ المعلقات السبعة اللي كانت بتفتخر بها العرب ومعلقينها في بطن الكعبة جوا ناس زهير وناس ناس عمرو وناس عنترة أشعار قوية جدا. ابن كثير قال لك القصيدة دي أفحل من المعلقات السبع أفحل منها. قال ولا يمكن أن تقال إلا لمن نسبت إليه وهو أبو طالب. مع ده كله جاء في الصحيحين أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبو طالب جلو قال له يا رسول الله ما أغنيت عن عمك أبي طالب عملت له شنو؟ قال إني أخرجته من النار من جوا يعني بالشفاعة إلى ضحضاح منها. ضحضاح ده يعني فوق في النار توضع له جمرتان تحت أخمص قدمه أو تحت قدمه. الأخمص ده الفرق التحت تحت الكراع دي وخدت له جمرتين بس. قال يغلي منهما دماغه دماغه فوق بيغلي مني من جمرتين. قال أحد السلف والحكمة في عذاب أبي طالب في قدميه أنه ثبت على دين قومه. والثبات ده بكون بشنو؟ بالرجلين كرعين ثبت على دين قومه ديل بس الله عذبوا فيهم ما كان يفك ينزح ويمشي لدين النبي صلى الله عليه وسلم ها أكان بيلقى الخير والنعمة. عشان كده يا أخواننا شوفوا موضوع لا إله إلا الله التوحيد ده ما فيه مجاملة. لو ما نظفته تمام بتلقى أمورك بعدين خربانة كلها. طيب وجاب بعدين برضو قصيدة لعلي بن أبي طالب يتكلم فيها عن أبيه بعد موته. وجاء أيضا في السير أنه لما مات جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمك الشيخ الضال قد هلك. لاحظ ده علي بن أبي طالب أبوه طوالي قال له إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره أمشي أدفن انتهى الموضوع. والله يا أخوانا التوحيد ده يفرق الناس ويميز القلوب ذاتها.
شوف مع الكلام ده كله ما قال لي والله عمي ده وعمي وكذا، لا، قال لي اذهب فواره، امشي ادفن خلاص. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: خلف ابو طالب اربعه ذكور وابنتين. قال: فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي، وبين كل واحد عشر سنين. بلد في كل عشر سنة واحد، أي واحد بينه وبين الثاني كم؟ عشر سنين، وأمهم واحدة بالمناسبة، هنجمع شيء نتكلم عن أمهم. قال: فطالب أسنهم ثم عقيل ثم جعفر ثم علي. طيب يا أخوانا، قال أولاده أربعة وبناته اثنين، والحقيقة المصنف فصل في الأولاد لكن ما جاب أسماء البنات. طيب، أما البنات يا أخواننا ما ذكرهم المصنفين في الكتاب، هم اثنين كما قال المصنف، وبعض أهل السير قال ثلاثة. الأولى أم هاني، أم هاني، واسمها فاختة بالفاء ألف خاء فاتحة مكسورة، فاختة بعدها تاء مربوطة، فاختة دي أم هاني بنت أبي طالب. والثانية اسمها جمانة، اسمها جمانة بالجيم، ودي زوج أبو سفيان الحارث ابن عبد المطلب، بيبقى لها شنو؟ أنا سبت حفظه ولا نسيته؟ الحارث ابن عبد المطلب، وأبو طالب ابن عبد المطلب، ده الحارث ده ولد منه أبو سفيان، وذاك بنته منه جمانة، أولاد عم، يعني أخذ بيد عمه، بيد عمه. طيب، والثالثة برضو ذكروها أهل السير، اسمها ريطة، راء مفتوحة ياء طاء تاء مربوطة، ريطة. طيب، دل ذكرون ثلاثة، أما أم هاني فهي أفضلهن، وقيل تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم للزواج، أم هاني بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مصبية. مصبية يعني شو؟ يعني عندها أولاد كتار، ما هي كان مات زوجها. قالت: إني امرأة مصبية وأخاف عليك أن يؤذوك، فما قبلت بالزواج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء، أو خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. يعني داير يوريها هو ليه رغب فيها ودايره ليه. قال لها: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد في صغره أو على يتيم في صغره، وأرعاهن لزوج في ذات يده. يعني بربن أولاد كويس وبحنا على أولادهم، واثنين شنو؟ بر عن قروش الراجل، ما ببذرنا القروش وبشتري لنا نحن نسواننا ديل، والله بس إلا بشوف لها قرش عنده، بس تشوف لها قرش واحد كما طيرته ما بتقعد. ها، بعدين بيجي الشيطان والشواطين صاحبات التانيات،
قول لها الراجل ما تخلي لك قروش، كان خلت لك قروش بعرس بس وتلين فيك ستاير، دارين نغير الفرش وما عارف الغرفة ديك انشقت صلحوها، والحمام جيبوا له سيراميك، تبشتم القروش تشلعها كلها. نساء قريش أرعاهن على زوج في ذات يده، اقتصدن القروش تمام. طيب دي أم هاني وديل بنات أبي طالب الثلاثة. طيب أما الذكور قال فطالب، الأول من أولاده طالب وهو الذي يكنى به، وطالب ده هنا المصنف قال فأما طالب فأخرجه المشركون يوم بدر كرها، فلما انهزم الكفار طلب فلم يوجد في القتلى ولا في الأسرى ولا رجع إلى مكة وليس له عقب. طالب ده اتفقد وحتى سيرته اتفقدت، فما وجدت له ترجمة لا في المسلمين من الصحابة ولا في غيرهم، ما كتب عنه ولا ابن حجر في الإصابة ولا أبو نعيم في معرفة الصحابة ولا الذهبي في السير ولا ابن هشام، إلا في موضع تاني فتشوا كان تلقوا عنه حاجة، فسيرته مفقودة وهو مفقود، والله أعلم أنا ما عارفه من الصحابة ولا من غيره. طيب الثاني عقيل، وقيل هو الأكبر، بعض أهل السير بيقول عقيل ده الأكبر، بيقول هو، بعضهم بيقول هو الأكبر عقيل. وعقيل ده تأخر إسلامه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فتح مكة، عقيل أسلم بعد فتح مكة، لما فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقيل له أين تنزل؟ تحتنزل وين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحديث اللي جابه المصنف هنا، قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ لمن أبو طالب مات كان أبو طالب قد استحوذ على نصيب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، استحوذ على نصيبه من الميراث، بقى كل عمره عند أبي طالب. يلا قام أسلموا أولاد أبو طالب، أسلموا كلهم، علي أسلم وجعفر أسلم، فما بقي إلا عقيل وطالب، فاستحوذ عقيل وطالب على كل الأملاك. ليه يا أخوان؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. يعني أبوك لو مات كافرا ما عندك حق في الميراث، ما بترثه. أيوه. ولو في واحد من أولادك بعدين ارتد لا سمح الله ما عنده حق في شنو؟ في الميراث، بيطلع سالم. عشان كده كل أولاده والنبي صلى الله عليه وسلم ميراثه طلع ساي ما لقى، وعلي وجعفر كلهم ما لقوا شيء، وطالب اتفقد بقى كل المال عنده من عقيل. عقيل لما في البيوت باع كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ما خلى لنا دار ننزل فيها ذاته، باع كلها. طيب ولد الثالث جعفر، وجعفر يعني إسلامه تأخر من علي شوية. علي قيل هو أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلمت من النساء، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، لكن جعفر أسلم بعد 25 من الصحابة، ويعني كان من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيشابهوه شديد، جعفر ابن أبي طالب وأبو سفيان الحارث ابن عبد المطلب، وتاني منه
لا ما العباس. ها؟ لا. ها؟ الحسن بن علي. الحسن بن علي. ذل كانوا من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن النساء فاطمة رضي الله عنها. حتى قالوا إن مشيتها على الأرض مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيوة أيوة في، لكن ديل قالوا أقرب الناس شبها، يعني فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم شبه، لكن الأقرب شبها ديل الثلاثة ديل، ديل شبههم مقارب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واستشهد جعفر يوم مؤتة، وقيل جرح يوم مؤتة 90 جرحا كلها على صدره، ما في جرحة واحدة وراءه، وقطعت يداه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يطير بجناحين في الجنة. عشان كده سمي بجعفر شنو؟ الطيار رضي الله عنه وأرضاه. وعلي وهو معروف معلوم السيرة رضي الله عنه وأرضاه، ويعني إن شاء الله حجينا كثير من مناقبه رضي الله عنه. طيب، قال واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فلما بلغ 12 سنة، لما بقى عمره 12 وقيل 9، خرج به أبو طالب إلى الشام، ما 9 12 سنة ده الراجح، عمره 12 سنة. لما وصل 12 سنة قال له أبو طالب إنك تعلم أني رجل فقير، وتعلم ما مرت بنا من السنون وشدة المؤونة، فأراده أن ينطلق معه إلى الشام، فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في تجارة فرآه بحيرة الراهب، بحيرة يكتب بالألف اللينة ويكتب بالألف الممدودة، بحيرة الراهب. وبحيرة ده هو نصراني قسيس اسمه جرجس أو جرجيس بالياء، جرجيس نصراني قسيس ما أدرك النبوة، وكانوا بيمروا عليه لما إجوا في سفرة في الصيف إلى الشام، بيمروا على بحيرة في الطريق بتاعه، وكان لا ينزل من صومعته. والصومعة دي بتكون شكلها يعني مقبب زي الجباب تحت الدجالين جاسة، عنده نفس النظام القبة دي، والصومعة عالية بيكون طالع فوق بحيرة بتعبد في الصومعة بتاعته، ولا ينزل للركبان، لما يجي الركب مع الربيو بيسلم عليهم ما بينزل لهم. فتلك المرة أول ما نزلوا نظر بحيرة من صومعته، بقى بعاين في الناس، فرأى فيء الشجرة، الفيء الظل بتاع الشجرة يميل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجم نزل هناك فلقى الظل بميل معه، قالوا فأمعن فيه النظر فوجد في عينيه حمرة، بقى طوالي هو بتابع بالكتاب اللي عنده، دل ما هالكتاب وكتاب كان موجود، فبقى بالذكر في الأوصاف وبعاين للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فنزل بحيرة من صومعته فأتى وفد قريش، قال لهم إني قد صنعت لكم طعاما فانزلوا عندي، زمان ولا بنزل اليوم. قالوا يا بحيرة إن لك شأن اليوم،
كنت لا تنزل إلى الركبان؟ الليلة مالك؟ قال فلا يتخلفن أحد منكم عن طعامي، كلكم تجي. فجاءوا وخلفوا خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا عمره 12 سنة. خلفوه مع شو؟ مع الإبل بتاعتهم. وجاءوا فلما وضع الطعام صار ينظر إليهم بقب عين، داري يشوف الزول في ولا ما في. فلما لم يجده قال ألم أقل لكم يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم؟ قالوا ما تركنا إلا صبيا صغير مع رحلنا. قال أحضروه. هداير ده مهم ذاته. قالوا فذهب عمه الحارث ابن عبد المطلب فجاء به. قالوا فنظر إليه بحيرا قال هل هذه الحمرة التي في عينيه تأتي وتروح تجي وبتمشي أم هي دائمة؟ قالوا والله هي دائمة لا تفارغه أبدا. كده بدأ يتأكد. أول ما نزلوا عند الشجرة، وطبعا هم نزلوا أول، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولقاهم قعدوا في الظل فجلس إلى الشمس. قالوا فتحول ظل الشجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هم قاعدين مغادي الظل تحول له بهنا. فبحيرة قال يا بني أسألك باللات والعزى ألا أجبتني؟ قال وما قال له بحيرة ذلك كما نقل ابن سعد في الطبقات، قالوا إلا لأنه رأى قومه، هما مؤمن باللات والعزى لكن رأى قومه شنو بيحلف بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له والله ما أبغضت شيئا بغضهما فلا تسألني باللات والعزى، ما بجاوبك. قال له قال له أسألك بالله ألا أجبتني؟ قال سل عما بدا لك. بالله أسأل. عشان كده صاحب السيرة الشامية عقد فصل كامل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ربنا حماه من فعال الجاهلية كلها من الشرك ومن غيره، ما كان بيعمل معه ولا حاجة. حتى روى الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان صغيرا يرعى الغنم مع صبيان في مكة وهم في البادية بعيد، فقام قال لي صاحبه انظر إلي غنمي، راقب لي غنمي ديل بالليل الكلام ده. قال له لعلي أنزل إلى مكة فأسمر كما يسمر الصبيان، داير أمشي يعني أفرق كده زي ما أفرق الصبيان. فنزل مكة فوجد يعني عرسا، لقى الحفلة شغالة. قال ما هذا؟ قالوا تزوج فلان فلانة، زول يتزوج. قال فلما دخلت ضرب الله على أذني، قال والله ما أيقظني إلا حر الشمس. بس في محل ذكر رقدنا ما سمع ولا بيت واحد من الغنية، رقد في محل نام حتى الصباح. أول ما أيقظته الشمس رجع قال له ما فعلت صاحبه؟ قال والله ضرب الله على أذني فما سمعت شيئا. وأعاد نفس القصة بعد أيام وبرضه ما سمع أي حاجة حتى رجع. وقصص كثيرة إن شاء الله بيجينا في موضعها. فبحيرة بعد ذلك بقى بيسأله عن نومه وعن حياته، وكشف عن ظهره فوجد خاتم النبوة على شكل البيضة على ظهره. فأقبل إلى عمه أبي طالب قال إن ابنك هذا نبي هذه الأمة وسيبعث قريبا فلا تدخل به الشام، ما تمشي. ف
فإني أخاف عليه يهود، فلئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبلغنه منهم شر. ما تمشي به. عشان كده هنا قال فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة، طوال من محل بحيرة ذات رجعوا المدينة، عفوا إلى مكة. المدينة هنا مقصود بها رجعوا إلى مكة. طيب، ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا، قال وهو غلط واضح، وده غلط، وغلط أيضا ابن القيم والحافظ ابن حجر إنه رسلوا معه ده ما بلال. ليه؟ لأنه بلال إنما كان عند بني جمح، كان عند أمية ابن خلف الجمحي، وبلال ما أنقذ من العبودية إلا بعد النبوة. واشتروا منه؟ اشتروا أبو بكر الصديق، كويس؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وبلال أصغر من أبو بكر الصديق، يعني وكد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، بلال كان كم؟ قيل غير موجود ذاته، ما كان موجود. فعشان كده هذا غلط في الرواية، ولكن بعثه مع بعض غلمانه فرجع إلى مكة. قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة. أبو طالب قلنا تكلم معه مع النبي عليه الصلاة والسلام وراه ما به من الحال، وقال له إن خديجة من أغنياء مكة، خديجة بنت خويلد ابن أسد، وهي من شرفاء مكة ومرأة غنية. قال له بتبعث الرجال من قومها فيتجرون لها. قال إن علمت بما فيك من الأمانة والصدق، قال له قدمتك على قومها، قال له بتقدمك أنت، فأرى أن تعرض نفسك عليها. قال له امشي اعرض نفسك عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني لعلها ترسل إلي في ذلك، ما دار يمشي ليه. قال له هي ترسل لي. قالوا فبلغ ما وقع من المحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه خديجة، وصل الكلام فأرسلت إليه، قالت إني سمعت عنك من الأمانة وكرم الأخلاق الشيء الكثير، وإني أريد أن أبعثك في تجارتي، وإني سأعطيك ضعف ما أعطي الرجال من قومك. بديك دبل. وده يا إخواننا بدل على فهم العالم التجارة ذاته. زول ده عنده فهم عجيب. أنت عارف في الدنيا دي أدي قاعدة تنفعك. شفت في الدنيا دي لو لقيت عامل ولا موظف ولا صاحب ليك صاحبك ساي وفيه صفات كريمة فلا تستكثر عليه مالا. لو لقيت لك بنا بيبني والبنا ده نظيف في شغله وزول أمين في مهنته، أديه ضعف البدو أن البدو الناس البنائين الثانيين، لأن البشر في الدنيا دي اللي بينفع في الصنعة المعينة وفي المهنة وفي الخوة ذاتها ما كتار بسيطين،
النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. مئة نفر عيد، واحد اثنين ثلاثة مئة، المئة ديل ما بتلقى فيهم زول النافع، وكان لقيت بيكون واحد بس. عشان كده إذا يوم من الأيام وفقت إنك لقيت لك موظف في شغلك، والموظف ده أمين ها وبعرف الشغل، لكن قال لك شوف أنت بتدي الناس كم؟ تلا أنا بدي موظف 20 اللي في الشهر، قال لك أنا بشيل 40، أكان ده الرايانة أديه 40 وخليه يشتغل لي. شوف فهم خديجة رضي الله عنها، قالت لي أنا بديك ضعف، البدين الناس التانيين بديك ضعفي، وشوف الحصل بعد ذاك. فأمرت خديجة رضي الله عنها غلامها اسمه ميسرة، قالت له أمشي معه، قالت له لا تعصي له أمرا ولا تخالف له رأيا، مع أنه ميسرة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير وخبرة في التجارة، بتاجر لخديجة له 40 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كله كم؟ 25، وده تجارة بس كم؟ 40 سنة بس تجارة غير عمره الباقي. بعد ده قالت ليش لا تخالف له أمرا ولا لا تعصي له أمرا ولا تخالف له رأيا، بس اسمع كلامه بس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرة، قال فنزلوا عند الشجرة، وقرب هذه الشجرة رجل راهب يسمى نشطورة بألف ممدودة، نشطورة. أول ما نزلوا عنده نادى الراهب ميسرة، كان بيعرفه، قال يا ميسرة من هذا الرجل؟ قال من مكة. قال وما هذه الحمرة التي في عينيه؟ نفس السؤال. قال والله لا تفارقه أبدا، بس دي عيونه كده. قال إنه لم ينزل تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي، الشجرة دي قال لها ما قعد تحتها إلا نبي، وبعض أهل السير قالوا ما نزل تحت هذه الشجرة بعد عيسى بن مريم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وشجرة الزيتون تعمر أكثر من 3000 سنة، تقعد كثير. فقال نشطورة لميسرة هذا نبي هذه الأمة، وليتني أشهد يوم يؤذن له بالخروج. قال أهل السير فوعى ميسرة تلك الكلمات، حفظها كويس، ثم انطلق. قال لما دخلنا سوق بصرى في الشام، وقد اختلفنا، قال اختلف النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد التجار، فقال له التاجر احلف باللات والعزى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حلفت بهما قط. قال له التاجر إذن القول قولك، ثم انفرد التاجر بميسرة ساقوا على جنبه، قال له يا ميسرة هذا نبي هذه الأمة، وإن قومنا من اليهود يعرفونه بصفته في التوراة. صفات اللي عنده دي يا هالصفات بتاعتنا في التوراة قاعدة عندنا، كويس؟ ميسر الكلام ده وقع لك كويس. قال فلما قضينا تجارتنا ربحنا ربحا ما ربحناه قط. قال وقد تاجرت لخديجة 40 سنة،
ما ربحت مثل هذا الربح. الصومالي الحزين فانطلقوا راجعين، رجعوا خلاص. أول ما رجعوا قال حتى إذا كنا بمر الزهران، منطقة اسمها مر الزهران قريبة من مكة. وخديجة رضي الله عنها كانت في مجموعة من نساء قريش، فيهم امرأة اسمها نفيسة بنت منية. نفيسة بنت منية، بعد شوي حيجينا نفيسة دي، عندها موضوع ثاني كمان. طيب، فلما قربوا قال ميسر للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لك أن تسبقني إلى خديجة فتخبرها الخبر؟ وريها إنه نحن ربحنا ربح كبير. قال له: فلعلها تزيدك إلى بكرتك بكرتين، بتزيدك، أديها الخبر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم على جمل أحمر ودخل عليها في المجلس. قبل ما يحصله وهو في الطريق قالت خديجة للنسوة اللي معاه، يقو كلهم بعينه: انظرنا إلى محمد. قالت: فإذا ملكان يظلانه وهو على بعيره. في ملكين عامل له ظل وهو ماشي. لما وصلوا وأخبرهم الخبر قالت له خديجة، دار تستيقن الموضوع ده، إنه الكلام ده احتمال خيال ساي شافوه أو كده أو يتراءى لهم، قالت له: ارجع فأدرك ميسر، ارجع تاني حصل ميسر وتعال معاه. هي دايرة شنو؟ دايرة تشوف تاني يهو الموضوع كده ولا ما يهو. أول ما قفل راجعا فإذا الملكين يظلان. خدت لي المظلة فوق طوالي. فأرت خديجة رضي الله عنها نساء قريش، قالت لهم شوفوا. فرجع فوقر ذلك في نفس خديجة رضي الله عنها. أول ما رجع لها ميسرة قالت له: لقد رأيت كذا وكذا، كلمته. فميسر أخبرها بخبر الراهب نشطورا، وأخبرها بخبر الرجل الذي اختلفا معه. والكلام ده كله وقع في قلب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هنا بقول: هل بنات أبي طالب مسلمات كلهن؟ الراجح نعم، كلهن مسلمات. أسرة أبي طالب دي أخواننا ما منها مشرك إلا أبو طالب، وأمهم ذكرني السؤال ده ونرجع إن شاء الله إلى موضوع خديجة. أمهم جميعا أم أولاد أبي طالب واحدة، هي فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد ابن هاشم. فاطمة بنت أسد ابن هاشم. طيب، وهي قيل أول هاشمية ولدت هاشميا. أولاد ديل هاشميين نضاف من أم وأب. وهي رضي الله عنها وأرضاها من أول المهاجرات، دي زوجة أبي طالب. وهي باعتبار للنبي صلى الله عليه وسلم من المحارم لأنه جدته، مش كده ولا ما جدد؟ هاشم، هي فاطمة بنت منو؟ هاشم بنت أسد. فاطمة بنت أسد ابن منو؟ عبد المطلب. وأسد ده مش أخوان؟ أها، يلا. هي أخت هي أخت لا هي بنت أسد ابن هاشم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهي باعتبار يعني عمة والد النبي صلى الله عليه وسلم، عمة والده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ألبسها
قميصه، ألبسها قميصه واضطجع معها في قبرها. قال: إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة، وإنما اضطجعت معها على قبرها ليخفف عنها. وقال: ما من أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، رضي الله عنها. ودي والدة علي بن أبي طالب، ودي اللي جاء فيها التوسل اللي بيقولوا الجماعة المخرفين ديل. مش في توسل بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني، اللهم هذه أمي ارحمها واعف عنها بحقي وحق الأنبياء من بعدي. في توسل زي ده، وده توسل باطل، والحديث بتاعه حديث باطل. قالوا في واحد اسمه روح ابن الصلاح، وده ضعف الإمام ابن عدي والذهبي وغيره والدارقطني. المهم التوسل ده توسل باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عمل أي توسل زي ده. تمام. الخلاصة: فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب وأم أولاده كلهم مسلمة رضي الله عنها، صحابية جليلة من المهاجرات. طيب نرجع إلى موضوع خديجة. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة، ومعه ميسرة غلامها، فوصل بصرة، تكلمنا عنه. قال: ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 25 سنة، وكانت خديجة عمرها كم؟ 40 سنة. إذن هي أكبر منه بكم؟ أكبر منه ب 15 سنة. عشان كده يا أخواننا، كون أنت تلقى زوجة صالحة وعندها دين وخلق، ما بيضرك شيء لو كان سنها قريب منك حتى لو أكبر منك. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. أسا الناس مشكلتهم الوحيدة يقول لك الولادة، يقول لك الجبرة دي ما ابتلت تاني. مش دي الكبيرة وأكبر زوجاته وأكبر منه ب 15 سنة؟ كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، منها إلا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ستة من الولد والبنات، ستة: رقية، زينب، القاسم، ده بالترتيب، القاسم، فاطمة، أم كلثوم، عبد الله. ده الخمسة ولدتهم خديجة. السادس إبراهيم، وإبراهيم ده في واحدين بيقولوا عنده تاني الطاهر والطيب، لكن ده اللقبين لإبراهيم. ستة كلهم، خمسة من منو؟ من خديجة رضي الله عنها. وتزوج عمرها 40 سنة. طيب، قالوا: أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، لأن هي ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات. ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوات وقبل فرض الصلاة. وقيل في سبب زواجها، النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد، كانت خديجة اجتمعت مع نساء من قريش في عيد من أعيادهم، فدخل عليهن رجل يهودي. قال: يا نساء قريش، إنه ليوشك أن يبعث فيكم نبي، فأيتكن كانت له فراشا فلتفعل. قالوا: فحصبه النساء، شالنا الحجارة. زعل من كلامه ده، وقلنا له ما شاء الله أن يقول، نبذنه فلعنه بالحجارة. قالوا: إلا خديجة،
وقع في نفسها وربطت الموضوع مع كلام منه ميسرة وما حصل من الأحداث، ربطت إنه كله نخطط الكلام ده في بالها. بعد ذلك سبب الخطبة بعضهم قالوا هي بعثت له، وبعضهم قال هو بعث لها. المهم روايات كثيرة، منها من الروايات صاحبة القبيلة اللي قلنا اسمها نفيسة بنت منو؟ منيا. نفيسة بنت منيا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له هل لك في الزواج؟ قال لها وكيف لي بذلك وليس لي مال؟ زوج كيف؟ وليس لي مال. قالت له كيف إذا دعيت إلى المال والشرف والجمال؟ قال من لي بذلك؟ قالت أنا، لأن هي سمعت من خديجة أنها تريد الزواج منه. قالت له أنا، وخديجة قالوا كانت وسطا في قريش نسبا وحسبا، الوسط ده معناه قلب القبيلة، هي ذات شرف في قريش. قالوا حتى كان رجال قريش قاطبة يرغبون في الزواج من خديجة وبذلوا لها المال فرفضت، لأنها زوجت قباله اثنين، أبو هالة ده الأول، زوجت أبو هالة ابن زرارة، وزوجت عتيق ابن عمرو بن مخزوم، والاثنين ماتوا عنها، وأبو هالة ده ولد ولد منها اسمه هند، هند ابن أبي هالة، ده اللي كان بيفتخر بيقول لهم أنا أشرفكم، أنا أشرف الناس نسبا أخوة وأبوة. قال لهم أما أبي فرسول الله، لأنه تزوج أمه، أما أبي فرسول الله، وأما أخي فالقاسم وعبد الله، وأما أخواتي ففاطمة ورقية وكذا، فعنده شرف. طيب فالزوج الأول أبو هالة ابن زرارة، والزوج بعديه منو قلنا؟ عتيق ابن عمرو المخزومي، ده الاثنين تزوجوها ثم خلف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذاك صاحبتها نفيسة قالت له أنا لك بذلك، فذهبت إلى خديجة فأخبرتها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه وجاء إلى بيت خديجة خاطبا، وجاء معه حمزة رضي الله عنه، وجاء معه أبو طالب وعشرة من أهله من عصبته، وتقدموا إليها، وكان وليها آنذاك أبوها مات، كان وليها عمرو بن أسد، عمها اسمه عمرو بن أسد، ده كان وليها. فأول ما تقدموا له وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يطلب، قال هو الفحل لا يقدع أنفه، هو الفحل لا يقدع، يا قاف دال عين، لا يقدع أنفه، ودي كناية عن الكرم، إنه رجل مقدام لا يقدع. أشرح لكم كيف دي، نحن عندنا في عربنا هناك بتقوم بتصرم الحمار ولا بتلجم الفرس، الفرس بنسوي له لجام، لجام ده جوا خشمه، والحمار بنسوي له صريمة دي برا بنصرمه. يلا لما يجري بيك وانت ما داير يجري شديد بتقوم بتعمل شنو؟ بتشده بتجره عليك، ده هو القدع ذاته، يقدع يقبح، يعني الذي لا يقبح ده معناه قوي. انت لو عندك فرس قاطع ولما نهيك ده لو جرى تاني ما بيتثبت، لو جه في حيطه بشيله معه وبيمشي. فقال له هو الفحل شنو؟ لا يكبح لا يقدع انفه. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه رضي الله عنها، وكانت خير امراه له، وكان النبي عليه الصلاه والسلام برا بها وفيا لها حتى بعد موتها. قالوا كان يحسن إلى صديقاتها، صاحبة خديجة بعد موتها كان بيحسن له. أسا يا أخي تلقى من الناس الواحد يشغب على النسوان يقول له يا أخي
شنو انت بتصرف على نسابتك وبتديهم قروش؟ ها؟ وليه تعمل كده يا اخواننا؟ عيب الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيحسن لانسابه، بيحسن لصاحبات مرته بعد موته. قالت ام المؤمنين من الطرائف والكلمات الجميله لا يعني. قالت ما غرت على امراه ما غرت على خديجه بعد ماتت. بتغير منها شنو؟ بعد ما ماتت عائشه رضي الله عنها ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فذكرها ذات يوم وكان لا يمل من ذكرها من ثناء عليها. اول ما يذكرها لا يمل من الثناء عليها. قالت فقلت لقد ابدلك الله من كبيره السن. الكبيره دي الله بدلك منها لانه تزوج عائشه صغيره، تزوجها عمرها 9 سنوات. قالت والله غضب غضبا حتى وقع في خلدي يعني في قلبي، قلت اللهم، تدعو في الله، اللهم إن أذهبت عني غضب رسول الله لا أعود إلى ذكرها. والله تاني ما أطرأ إلا بخير، بس ما يغضب مني. قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد واستني بمالها حين منعني الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقني الله منها الولد وحرمتموه مني. بلا شوف الكلام ده شديد كيف. قالت عائشة رضي الله عنها فغدا وراح علي بها شهرا، شهر كامل يمشي ويجي، ها يذكر لي الموضوع ده قدر ما نشوفه. تاني افتح لها السيرة تقول لها خديجة، خديجة كدي وخديجة كدي. ده يا اخواننا قمة في الوفاء لها رضي الله عنها. ولذلك تكلم أهل السير أيتهن أفضل، عائشة أم خديجة؟ قال بعضهم خديجة وقال بعضهم عائشة وقال بعضهم بل نسكت. الذهبي قال ونسكت عن ذلك، لا بفضل دي ولا دي. وبعضهم قال كانت خديجة هي الأفضل في أول الإسلام لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النصرة وإلى المرأة الرشيدة والعاقلة وكذا، كويس. وكانت عائشة أفضل في آخر الإسلام لأنها كانت صغيرة تحمل العلم، ولهذا كانت عائشة أعلم نساء الدنيا كلها لأنه أدركت الإسلام وهي شنو؟ صغيرة في السن فحملت العلم الغزير. تمنى انتهى؟ خلاص نحن نقف هنا ونواصل الكلام من محل زواج خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.